رقصة التابوت، رقصة أفريقية يفعلها بعض الأفارقة، يقومون بحمل موتاهم في التابوت ويقومون بالرقص يمنة ويسرة بهذا التابوت. اشتهرت هذه الرقصة في هذه الآونة الأخيرة كثيرا. شاهدوا ماذا يفعل هؤلاء الأفارقة. نفس هذه الرقصة أخذها الشيعة وجعلوها شعيرة حسينية، يؤجر من يفعل هذه الشعيرة. قاموا بحمل موتاهم أو تابوت فارغ وقاموا بحمله وأخذوا يرقصون هذه الرقصة وجعلوها من ضمن الشعائر الحسينية. ماذا بقي؟ يعني الراب وأدخلوه في الشعائر الحسينية، التشابه مع الهندوسي والنصارى واليهود والبوذية، لم يبقى إلا أخذ رقص الأفارقة وجعله شعائر حسينية. يا عقلاء الشيعة، ما ترونه الآن، شعائر حسينية أم وساوس شيطانية؟